اخذ ضد باتل فيلد لاي ستيج كبير جي جي انتهينا. ايه بعدين طلع عندنا فيرب، طلع عندنا الريدل، طلع عندنا الحين نشوف تي، طلع عندنا اكسكيوشن صار بيتشز كذلك، عندك ميوتس، عندك لينك، وعندنا سيج في هذا ستريم على بي اس 2 مره ثانيه. الستيج خلاص يعني ما تستغرب اذا ما صار بي اس 2. ايه بس ال ال الدافع لفيريس في هذا الماتش اب انه بيستخدم فانتوم كثير، اذا ما لقى سبب من سيج انه يسوي كاونتر لفانتوم بيكمل على فانتوم. بيكمل لانه لو تفكر فيها صعب من سيج انه يبنش الفانتوم الا لما تعرف اللي يقرب شوي 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 ويستنى مثلا مس بوزيشن او مس من فيرس عشان يقدر البانش، وهذا اللي سواه. اول ما ضيع فيرس شو اسمه سبيس اللي هو يحتاجها اخذ 97 دمج، والحين قاعد نشوف والله سيج اعتقد انه داخل هذا الست يقول هذا أوه بيش بامر وخرت الفانتوم وخرت زلدا. ما توقعت زلدا بيش بامر ثاني، واللي حلو في بيش بامر لو تفكر فيها ما في بنش عند زلدا اوت اوف شيلد يبنشها، هي تروح جدا بعيد فما هي بجايه سويت سبوت حقها، ما يجي فوردير، ما يجي اب بي، في اشياء كثيره ما تجي. نايس البيشنس من سيرج، شفته قبل شوي في الريكفري قاعد فلوت استنى لين ما الفاتم راح، لين ما فيرس طلع منه صبره طلع اوف ستيج بعدين رجع بال شو اسمه بسايد بي. اي اوكي ما يبنش السماش، حركه جدا صعبه زي ما نشوف حتى على البيري ما يقدر يبنش، فهذه يعني معرفه قويه من سيرج انه ماتش اب يعني ما يلعبون ناس كثير زلده اي جدا، بس انه يعرف اشياء معينه فيه. والحين اخذ اول ستوب يعني على سيج جاب النير، بس انه جاب اير هيت داون تيلت، وفيريس استوعب هذا الشيء وضغط الفورد اير، وهذا اسرع اير يعني عند زلدا يعني هو اسرع اير وهو اللي دمج كثير وهو اللي يقتل. حلو التوماهوك، التوماهوك كان مره حلو البيت فيريس. سيج توقع انه اوكي يلا الحين بيضربني على الشيل اقدر ابنشه، لا كان التوماهوك حلو مره من فيريس. الحين رجعنا لنفس نوترال اول ستوب، حلو باك اير يحاول يمسكه، باك اير ثاني يحاول يسوي كاونتر للنيروز الانفنسبيلتي موف هذه، بس انه غريب التعامل حقها معها. اي انا استغربت صراحه ما اعرف ايش صار بالضبط، لان هو سوى كاونتر لها بعدين هي صدت الكاونتر. اوه صدنا فيها الترنب يموت والله مات، وعنده ليد جدا كبير سيج. اوكي الحين يحتاج كومبو واحد تكسند ليد انت تسوي يعني اللي زين اللي زين يعني اوه تسوي هالحركه طلع اوف ستيج فيرس والله ما خلى الريفلكتور طول حيل، هو الريفلكت هيت بوكس يطلع ليه ليه اخر لحظه لانه كان يبغى بانش قوي بالترن بس انه ما قدر. حلو اوكي اول اوف سادن فيرس الحين هو اللي في الليد، اي صدني هو اللي في الليد، بس لازم يعني ناخذ بعين الاعتبار ان فيريز اكيد انه قاعد يفكر انا كيف قاعد الحين اتعامل مع هذه الشخصيه. يعني سيج فاز اغلب النوترال شو اسمه، وحتى البنشات حقته كانت جدا جميله. اوكي اف سماش ثاني يوخر من الداشات، تشوف الموفمنت من من سيج يعني والله الموفمنت تكلمت عنه قاعد اشوفه الحين جدا رائع من سيج. بس يسوي رول، وبسبه انه سوى باك رول اوريدي كان حاطط الدايركشن حق الدي اي فمات من الفانتوم. فيرس غير تام حق الفانتوم ما خلى استنى لي فول شارج، تركه قبل اخر لحظه فما توقعها سيد وراح عليه اول جيم. صراحه بفورمس حلو من سيد لولا تقريبا الحوسه اللي صارت له في الستوك الثاني اي ما ادري وش صار له الصراحه، هو قرر انه يطلع اوف ستيج عشان ينبعد عن الانفيزيبيلتي بعد هذا. فيرس حالف انه والله ما يرجع ما يرجع والله ما يرجع، على طول نزل عليه بالانفيزيبيلتي بالريفلكت على طول على الداون اير. اتوقع ان البفر سيستم خانه وسوى له سايد بي فما قدر يرجع. الحين نشوف سيد صراحه قدم اداء حلو، هل جيم ممكن يروح لاي جهه؟ معنا لما تفكر فيها بتوقع يعني قبل التورنمنت تقول من سيد يعني فيرس معروف خليل قاعدين نشوف لعيبه بيتش ملاحيس في كل الريجنز لعيبه بيتش ملاحيس دائما في ذاك الميجر اللي ميوت ايز فهمت اللي الناس كلهم نسوا عنه فجأة كذا دخل لي توبيت ها؟ ايه يعني الافرج سكيل ليفل حق البيتش بلايرز عالي بطبيعة صح. الشخصية يعني الشخصية تحتاج كذا اوه لبيب بس دي اي جدا رائع من سيج، العادة ما يعرفون الناس كيف يسوون دي اي من ابي، ولكن نرى هذا الشيء من سيج، هل يرجع ولا يخاف من الفانتوم؟ حلوة الدريفت حلوة
ضيع البانش على دايركشن اير دوت وفيرس صراحه اون بوينت الفيرس حقته. لا لا الرياكشن حقتها يعني اوت اوف شيلد جدا قويه وهي من النقاط اللي تخلي فيرس يخوف انك تلعب معها صراحه. يا صراحه مو مخلي سيد يرتاح ابد في الجيم. لا 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 ويحاول يجيب الاوكي بس انه ما يجيبها داون برو ما يجيب الفوردير. والله في حب للقطريين لفاينل ديستنيشن غريب. مع انه في اغلب البطولات نادر ما تشوف بيرز اللي يحبون فاينل ديستنيشن. يعني فاد الجيت هاب والحين الليد جدا بعيد ما تستقبل من بيتش يرجع. اوكي حلو الريفلكتر اوت اوف شيلد عشان الانفنتبيليتي يعني خيار جدا غريب بس انه ات ميك سو ماتش سنس. اي لما تفكر فيها لانه هو تحتي على طول ايش بيسوي بالضبط. نعم فهي في هيت بوكس مره طويل وفيها انفيزيبيليتي كان خيار جدا حلو. سيد اخذ ستوك بس الى الان مره ثانيه ويلقطه بالدنس فاير سويت سبوت. نادر ما تشوف سويت سبوت زي ما قلت لك حركات زلدا اللي ما حد يستخدمها زي كذا يستخدمها في فيرس بطريقه يعني ممتازه جدا يعني. وفيرس تيكس ات سيد جيف مهارته.